أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشنا في الربع الماضي في رحاب أخلاق الإسلام الرفيعة، من وفاء بالعهد وعدم القول على الله عز وجل بغير علم، ومن تقوى وخشية وإنابة وتوبة. وانتهى الربع وهو كيتوعد المصرين على الكفر وعلى المعصية بالعذاب الأليم، في اليوم الذي لا ينفع فيه لا بدل ولا إنفاق ولا فدية ولا افتداء. ولما كان هذا الحديث كيناسب الحديث على الإنفاق، كيبين عز وجل في بداية هذا الربع اليوم اللي هو الربع الأول من الحزب السابع، النوع ديال البدل وديال العطاء اللي كيحبه تعالى وكيرضاه. تيقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تفتتح هذا الربع ببيان بعض وسائل البر، وهذا فيه إشارة إلى أن وسائل الإسلام كلها كتدور على محور البر. والبر هو كمال الخير والشمول دياله، وكيكفي في الكمال دياله أنه كيهدي الجنة، كما قال الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. اليوم في هذه الآية كيحدد الله عز وجل طريق الوصول والحصول على هذا البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي أنكم ما غتحصلوش على البر إلا بالإنفاق من المال المحبوب. والإنفاق كيدخل فيه المال والقوت واللباس والسكن، وغيرها من أوجه الإنفاق. والمقصود من الأمر بالإنفاق من المال المحبوب هو تزكية النفس والتطهير ديالها من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أن فيه صلاح عظيم للأمة، لأن الأغنياء كيجودوا على الفقراء بهذاك الشيء اللي كتطمح ليه نفوسهم وما كيقدروش يوصلوا ليه أو يحصلوا عليه، من نفائس الأموال والأكل واللباس وكل ما كتشتهي الأنفس ديالهم، فهما بشر. فكتقوى بذلك أواصل الأخوة والمودة داخل المجتمع. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهذا تعميم كيشمل كل أنواع الإنفاق سواء كان قليل أو كثير، بحسب الحالة ديال المنفق. والصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا كيتخذوا القرآن الكريم منهاج لحياتهم، منه كيستمدوا عليه كيعتمدوا، فهموا هذا التوجيه الإلهي وبادروا للتنفيذ ديالو مباشرة من بعد ما سمعوا هذه الآيات من عند حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، كان غني، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، هي مزرعة، وكانت مستقبلة المسجد، كانت مقابلة مع المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم كيتعاملوا مع آيات القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا، كانوا كيسمعوا القرآن بالقلوب ديالهم فكتستجب كل جوارح ديالهم، وهذه هي الصدقة اللي كيحبها الله تعالى، تصدق مما يحب المرء. أحبتي الكرام، ومن بعد هذه الوقفة مع خير الإنفاق وأحبه إلى الله عز وجل، كيرجع الخطاب القرآني للرد على حجاج وحيل اليهود، للهدف منها هو الطعن في صحة الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ونشر الشبهات بغرض إحداث الشك والاضطراب في العقول وفي القلوب. وكان من هذا الحجاج أنه مدام القرآن مصدق لما قبله من الكتب السماوية، فعلاش كيحلل بعض الأطعمة اللي هي محرمة على بني إسرائيل في التوراة؟ فكان رد القرآني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذه الآية كتكشف على حقيقة تاريخية، وهي أن بني إسرائيل كانوا على الحنيفية السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام، اللي كان فيها كل الطعام حلال
حتى أحرم إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام بعض الأطعمة على نفسه، يعني وفاء بواحد النذر كان نذروا لله عز وجل أنه لا شفاء من واحد المرض شديد اللي كان يعني ألم به، أنه غيمتنع من أكل لحوم الإبل والألبان ديالها، وكان هذا أحب الطعام إليه. ولما كانت يعني العادة ديال بني إسرائيل أنهم يتبعوا الأب ديالهم إسرائيل في تحريم كل ما حرم على نفسه، فحتى هما يحرموا هذه اللحوم والألبان، كما أن الله عز وجل يعني حرم في التوراة بعض الأطعمة على بني إسرائيل عقوبة لهم على المعاصي والذنوب اللي ارتكبوها. وهذه المحرمات هي اللي فصلت فيها سورة الأنعام واللي منها شحوم الأنعام كما غنشوفوا إن شاء الله. فإلى حل الله تعالى هذه المطاعم المسلمين في القرآن فهذا هو الأصل، ولذلك يعني كيتحداهم تعالى أنهم يجيبوا التوراة ويقراوها بحيث غادي يوجدوا فيها أسباب التحريم اللي هي خاصة بهم بوحدهم يعني دون غيرهم من الأمم. ومن ثم كيتوعد الله عز وجل الظالمين منهم اللي يعني كيفتروا على الله الكذب، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من الشبه أيضا أعزائي اللي يعني كيتيروها اليهود واللي كيتعرض لها هذا الربع مسألة تحويل القبلة للمسجد الحرام، هذا الموضوع اللي يعني استغرق مساحة واسعة في سورة البقرة كما شفنا، يعني من أجل الرد على هذه الحملات التشكيكية، لكن اليهود يعني مازالوا مصرين على اتخاذ هذا الأمر ذريعة وحجة لإثارة الشك في عقول وفي القلوب ديال المسلمين. فكيرد عليهم المولى عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني وبداية هذه الآية اللي هي صدق الله هي جواب على التحدي اللي تحدهم به الله أنهم يرجعوا للتوراة ويقروها، يعني يقروا فيها أسباب تحريم الأطعمة لهم، فهما كذبوا وصدق الله تعالى في إخباره بأن كل الطعام كان حلال في الدين الإبراهيمي اللي هو دين وملة إسرائيل أب الإسرائيليين. ولذلك يعني كيدعوهم لاتباع ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية السمحاء، ثم كيرد على الاعتراض ديالهم والتشكيك ديالهم في القبلة الجديدة بأنها هي الأصل، لأنها أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وأول بيت وضع أي أسس وأثبت للهدى وإعلان توحيد الله عز وجل، فلذلك كان جامع الدلائل الحنيفية اللي هي دين الإسلام دين توحيد. والسبب ديال نزول هذه الآية أن المسلمين واليهود تفاخروا، فاليهود قالوا بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة، والمسلمون قالوا بل الكعبة هي اللي أفضل. فنزل الله عز وجل هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكى أعزائي اسم مكة، والمعنى ديالها بالكلدانية البلدة، والكلدانية هي اللغة ديال إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو اللي رفع القواعد البيت اللي هي معلم الدين التوحيد. فالاختيار ديال بكة بدل مكة ما كانش عبث، وإنما هو من التناسب والتناسق القرآني. يعني وهذا البيت اللي هو أول بيت وضع للناس جعل الله تعالى مبارك، يعني عنده واحد البركة وزيادة خير، فاللي دخلوك يحصل على الثواب والخير العظيم يعني حسب النية دياله، واللي جاورك تحصل له البركة بزيادة الثواب والأمن ورفاهية الحال، كما أنه هدى للعالمين لأنه معلم ومنارة كتهديل توحيد الله عز وجل، وفيه علامة بينة على أنه هو القبلة ديال إبراهيم عليه السلام والوجهة دياله، هذه العلامة هي مقام إبراهيم، كما أن هذا البيت اللي دخله كيكون آمن حتى كيخرج منه. وهذا الفضيلة اللي حافظوا عليها العرب حتى في الجاهلية ديالهم لما انحرفوا على الدين ديال إبراهيم. تيقول الحسن البصري: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج، ما كيأديهش حتى كيخرج، يعني كيكون في حيمة ديال البيت. فلما كان لهذا البيت يعني هذه البركات وهذه الفضائل، فالله تعالى يفرض الحج ديالو على الناس حسب استطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الآية كتدل على وجوب الحج اللي عنده استطاعة، توفرت له استطاعة المادية والجسدية، وهذا الآية هي اللي تفرض بها الحج على المسلمين. وأما داكشي اللي كان كيوقع من حج النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه يعني قبل من النزول ديال هذه الآية، فإنما كان تقربا إلى الله تعالى واتباعا للحنيفية السمحاء. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحج جوج المرات بمكة قبل ما يهاجر ووقف مع الناس، وصح أيضا أن الحج تفرض في السنة الثالثة للهجرة يعني من بعد غزوة أحد.
والحج هو فرض ديني أعزائي مر في العمر على من استطاع إليه سبيلا. فقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، من الظاهر دياله أنه إلى تحققات الاستطاعة كي يولي الحج واجب على المستطاع على الفور. واختلف علماء الإسلام هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وأيضا البغداديون من المالكية إلى أنه على الفور، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أنه على التراخي، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأيضا أبي يوسف. أحبتي لما كانت تدبروا هذا الجزء من الآية 97 يعني من سورة آل عمران اللي تفرضت فيها فريضة الحج، كان وجدوا فيها واحد دعوة جديدة ونداء جديد لكل الناس الدخول في هذا الدين اللي هو دين الإسلام من خلال الدعوة ديالهم إلى حج بيت الله الحرام اللي هو أول بيت وضع لكل الناس، وإلا فهو الكفر اللي ما كيهلك إلا مولاه. أما الله تعالى فهو غني عن العالمين، غني على الإيمان ديالهم، غني على العبادة ديالهم، غني على الحج ديالهم، بل هم الفقراء إليه سبحانه، والأعمال الخير والفلاح للنجاة من النيران والدخول إلى الجنان، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما كانت هذه الآيات أعزائي اللي رد فيها الله تعالى على حملة أهل الكتاب تشكيكية في أمر تحويل القبلة، لما كانت ختمت بذكر الكافرين وغنى الله عز وجل على العالمين، فكيستنكر الله تعالى على أهل الكتاب الكفر ديالهم بهذا الحق المبين اللي هما متيقنين منه، بل وشاهدين على الصحة دياله وعلى الصدق دياله. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وهذه الآيات اللي هي بحال آية 69 و70 يعني من هذه الصورة، وتحديدا في الربع الثالث من الحزب السادس، يعني كتحمل استنكار وتهديد ووعيد للكافرين من أهل الكتاب لين كيكفروا عن علم ويقين. والله شهيد على ما تعملون. فأهل الكتاب متيقنين بعموم علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، فالجحود ديالهم بالآيات ديالو تعالى مع هذا اليقين وأفضع وأشد إنكار، كما أنهم كيمنعوا الأتباع ديالهم من الإيمان. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، وهذا توبيخ وإنكار ثاني لهم. فمن بعد يعني ما أنكر عليهم الله تعالى الضلال ديالهم في نفوسهم، ينكر عليهم المحاولة ديالهم إضلال المؤمنين. والمراد بالصد عن سبيل الله إما محاولة إرجاع المؤمنين الكفر أو تشكيك ديالهم في الدين ديالهم كل منزلة آية أو حكم من الأحكام. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، أي كتطلبوا كتبغيو هذاك السبيل أي الطريق اللي هي عوجة وهي سبيل الشرك، فهم يعني باغين السبيل المعوج ويصدون المؤمنين على السبيل المستقيم. وأنتم شهداء أي وهم عارفين ومتيقنين أن هذا السبيل هي سبيل الله، فكيحذرهم الله تعالى وكيذكرهم بالعلم ديالو الواسع وبالمراقبة ديالو الدائمة لكل أعمالهم سواء كانت في السر أو في الإعلان. وما الله بغافل عما تعملون، هكذا يعني ينهي الخطاب القرآني مجادلة أهل الكتاب وكينتقل تحذير المؤمنين من الكيد ديالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ففي هذه الآيات كيمتن الله عز وجل على المؤمنين بالخطاب ديالهم بغير واسطة. يا أيها الذين آمنوا، من بعد ما خاطب أهل الكتاب بقول يا أهل الكتاب، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب، كما أنه تعليم كيناديهم بأحب الصفات ديالهم وهي الإيمان، تذكيرا لهم بنعمة الإيمان بعد الكفر والهداية بعد الضلال، لأن هذه الآيات نزلت في الأوس والخزرج اللي رسل لهم شاس بن قيس اليهودي اللي يجلس معهم ويذكرهم بحرب وعاث في الجاهلية، وهي يعني حرب قتلوا فيها الأوس والخزرج وغلبوا فيها الأوس، فيعني بدا كيذكرهم بالعداوة ديالهم القديمة، فحتى كانوا غيقتتلوا حتى جاء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قرأ هذه الآيات فما كاد يفرغ منها حتى يعني لحوا الأسلحة ديالهم وتعانقوا مع بعضياتهم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي اللي كيتمسك بالدين فلا يخشى عليه الضلال. فإذا كانوا الصحابة كان معهم الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام اللي كان كيوجههم الخير وكيبعدهم على طريق الضلال، وهذه يعني مزية ومنقبة عظيمة فازوا بها الصحابة رضي الله عنهم، فإن سائر المسلمين مدعوين التمسك بالدين وبالكتاب اللي هو باق إلى يوم القيامة.
إخواني أخواتي. ومن بعد هذا التحذير يعني من اتباع أهل الكتاب والطاعة ديالهم، كيوجه الله عز وجل المؤمنين للأسس اللي يعني خصهم يجتمعوا عليها وما يتفرقوش، أساس الدين والتقوى وأساس الأخوة في الله. فأما الأساس الأول اللي هو الدين والتقوى، فكيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الأساس الأول، تقوى الله عز وجل حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو تقوى الله حق تقاته. والموت على الإسلام هو التمسك بهذا الدين اعتقادا ومنهجا وعملا حتى الموت. أما الأساس الثاني فهو الأخوة الدينية اللي هي أقوى من روابط الدم وأواصر القرابة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يعني كيدعو المؤمنين للتمسك بنعمة الإسلام والاجتماع على الكلمة ديالو تعالى، وهنا كيذكرهم بالحالة ديالهم قبل من نعمة الإيمان: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالأوس والخزرج كانوا أعداء، فألف الله تعالى ما بين القلوب ديالهم، القلوب اللي هي مكان الحقد والكره كما أنها مكان الحب والود. ثم أنهم كانوا في ضلال مشرفين على الوقوع في النار، فانقذهم منها باعتصامهم بحبل الله. لكن يعني هذا الاعتصام الدائم بحبل الله والاجتماع الدائم على الكلمة ديالو تعالى كيحتاج لذكرى ومواعظ متجددة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكما أن الله تعالى يعني استنكر على أهل الكتاب الصد ديالهم والمنع ديالهم المؤمنين عن سبيل الله، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، ففي المقابل لكي أمر المؤمنين بتكليف طائفة منهم بالدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر. ويني قيم هذه الطائفة كيقود المجتمع الإسلامي كله إلى الخير والفلاح، وفي غياب هذه الطائفة كيصبح المجتمع كله كيعيش يعني في فرقة وفي اختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ففي هذه الآية يعني كيحذر الله عز وجل المسلمين من الفرقة والاختلاف، يعني بحال أهل الكتاب اللي اختلفوا وتفرقوا في الدين ديالهم من بعد ما جاتهم الآيات والبينات، يعني وذلك من خلال نقل مشهد من مشاهد يوم القيامة اللي كتهتز لها القلوب المؤمنة والنفوس المشفقة من عذاب الله عز وجل. مشهد الجزاء الكافرين للوجوه ديالهم سودت يعني كحالت من الغم والحزن والخوف والكآبة لهول ما يرون من العذاب العظيم. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في حين أن المؤمنين الصالحين بيض الوجوه للوجوه ديالهم مشرقة بنور الله جل جلاله ومشرقين من الفرحة والسعادة كتغشاهم الرحمات الربانية. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذا المشهد كيصور أعزائي مصير الكافرين والمؤمنين، ومن آيات الله تعالى اللي خبر بها النبي ديالو عليه الصلاة والسلام بالحق، واللي كتدل على عدالة الله عز وجل وكتأكد الرجوع إليه تعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. فهو تعالى الغني عن العالمين، الغني على الظلم ديالهم أو الإضرار ديالهم، وإنما كيجازيهم بحسب الأعمال ديالهم قسطا وعدلا. فهو عز وجل ترجع إليه الأمور كلها، فما كيف يفوتش ثواب محسن ولا جزاء مسيء، وإلى الله ترجع الأمور. ثم كيبين سبحانه وتعالى أن هذه المهمة واللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت وما زالت مهمة كل أمة لإخراج الناس، كل الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ولذلك استحقت أنها تكون خير أمة بين الأمم، فإني هي الأمة الوسط الشاهدة على كل الأمم، وهي الأمة الداعية إلى الخير، وهي الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إني ما كيكفيش بوحده، بل لا بد معه من الإيمان بالله
حيت حتى بعض الكافرين راه كينهاو على المنكر وكيامروا بالمعروف. فالمجتمع الجاهلي مثلا لما تبعت فيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي كانت فيه مجموعه من الاخلاق الحميده، تيقول الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، ولكن اللي كان ينقصهم هو الايمان بالله. ولذلك كان كيرغب على اهل الكتاب في الدخول في ركب الايمان ومع المؤمنين. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هنا كتجلى العدالة الإلهية اللي ما كتبخص حتى شي واحد حقه. فأهل الكتاب منهم المؤمنون ولكن أكثر يديهم فاسقون. ولما كان يعني هذا الحديث على أن أكثرهم فاسقين، يعني من شأنه أنه يثير في نفوس المسلمين الخشية والخوف يعني من البأس ديالهم ومن الأذى ديالهم. فكيهو الله عز وجل على عباد المؤمنين لو كيطمئنهم إلى ضعف الأعداء ديالهم ولو كانوا أكثر منهم مالا وعددا، فإنهم ما يقدروش يضروهم إلا بأذى اللسان، لن يضروكم إلا أذى. وأما القتال فلا طاقة لهم به لأنهم حريصين على الحياة حرص شديد كما خبر الله تعالى في سورة البقرة لما قال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولأنهم لا ناصر لهم من المؤمنين بحيث ضربت عليهم الذلة أينما حلوا وارتحلوا، ما كتعصمهم منها إلا ذمة الله وذمة المسلمين، بحيث إنك كتعصم الدماء ديالهم والأموال ديالهم وكتعطيهم الأمن والطمأنينة مقابل أداء الجزية. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كما أنهم يحل بهم غضب الله عز وجل ولحقت بهم المسكن والفقر فيمخيم على المشاعر ديالهم والأحاسيس ديالهم، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وإنما استحقوا هذا العقاب من ذلة وغضب ومسكنة وفقر بسبب الكفر ديالهم والعصيان ديالهم والقتل ديالهم لأنبيائهم بغير حق، وأيضا بسبب الاعتداء ديالهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. واحتلقكم أحبتي، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.